لكم فخر التجميل، وبن عندنا ضيفة وبترحب في نفسها. وش اسمك؟ هلاس. هلاس، وكيف تهتمين بنفسك؟ كثير يبون يعرفون. أنا أنام وأغسل ودي بالصابون، بعدين إذا خلصت أروح شوي أحط ماسك العسل، ومرة أحبه يخلي البشرة ناعمة مرة. أوه والله حلو، وأنا بعد أسوي زيك. كيف تتهمين بعد بشرتك؟ أحط كريمات بيدي وكذا، وتطلع بشرتي مرة ناعمة وحلوة. أنا مقدمة على جمهوري بعد ماسك اليد، وأنا شايفة اليوم أنت حاطة مناكير مرة كثير حلوة، عادي تكلمين عنها؟ شوفي، أنا حاطة مناكير لمباق مرة أحب هذا المناكير، عشان لمباق لبناتي مرة أحبه. حلو؟ إي حلو. تبين شاهي؟ إي شوي. يقولون كيف تتهمين في شعرك؟ كل ما احط زيت ودخل، اذا خلصت من الزيت اتروض واحط صابون، واذا خلصت امسح شعري ويطلع شعري مره حلو وداعم. لناس تبين تقولين كلام لجمهورك؟ ايه، لازم تنتبهون على نفسكم عشان تطلعون مره حلوين. طيب انا بقولكم شيء، لأن لازم تناموا بدري عشان يصير بشرتكم حلوة. شكرا للناس اللي بجيتي. عفوا. باي، نشوفكم في حلقة جديدة. باي باي. باي باي.